نبتدي بان احنا نهني الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراه بفوزها بعضويه لجنه القضاء على التمييز ضد المراه في الفتره من 2023 ل 2026، وده كان عقب حصولها على 126 صوت بالانتخابات اللي حصلت في مقر الامم المتحده في نيويورك. حظيت برابع اعلى عدد من الاصوات ضمن 23 مرشحه كانوا بيتنافسوا علشان يشغلوا 12 مقعد خلال الانتخابات التجديد النصفي للجنة بعد انتخابات شديدة التنافسية. وده بيأكد على مكانة مصر في المجتمع الدولي، قوة مرشحتنا برضو، وأعرب الجميع عن عظيم فخرهم وسعادتهم بالنجاح الباهر اللي حققته المرشحة المصرية الدكتورة مايا مرسي. ألف مبروك يا دكتورة، دايما كده في ظهرنا الفخر لينا. بصي، يعني الحقيقة الدكتورة مايا إنسانة جنب يعني ثقافتها وصحيانها صحية، دكتورة صحية، وإحنا مستأمنينها على كل ما يخص صالح المرأة وصالح الأسرة. يعني عايزة أقول لها ألف 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 مبروك، وهي تستحق. يعني أنا ده زعلانة إنها طلعت الرابعة، أنا حاسة إنها يعني تستحق إنها تبقى الأولى على سيدات العالم.